اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده من مطبخنا مطبخ الستات. كل مره بنكون حريصين نقدم لكم اكلات متنوعه. النهارده قررنا نقدم لكم اشهر الاكلات النوبيه، ودي كانت مفاجاتنا الحقيقه، واللي تم توثيقها في موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه، وده مشروع ممول من اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ومن تاليف الدكتور مجدي السيد والدكتوره نهال سامح. الموسوعة هدفها رصد وتوثيق الأكلات المصرية الشعبية بكل تفاصيلها، سواء طرق التحضير أو العناصر الغذائية الموجودة فيها، وتاريخ الأكلات المصرية على مر العصور، وصدر منها حتى الآن 3 مجلدات. من أهم الأدوار اللي بتقوم بيها الموسوعة هي تسجيل الأكلات في قائمة التراث العالمي لليونسكو، باعتبار الطعام جزء من التراث الثقافي والحضاري لأي دولة. والحمد لله مصر غنية بأكلات تراثية بتعود لآلاف السنين. قدمنا لكم قبل كده البصارة وأشهر الأكلات الصعيدية امبارح مع أم محمد، زي المطبق وعدس بالويكة، ولسه مكملين في تقديم الأكلات الشعبية التراثية خلال اليومين الجايين إن شاء الله. بس النهاردة المفاجأة بتاعتي اللي أنا كنت عايز أقدمها لكم هي الأكل النوبي اللي هنعمله في منيو النهاردة مع جنة عبد الله الشيخ، واللي بتشرفنا لأول مرة في مطبخ الستات وهتعمل لنا منيو النهاردة. إيه بقى المنيو النهاردة؟ إتر. الإتر هو الجاكود، هنفهم كل التفاصيل دي، وأرجيه. بسلم عليك يا جنة. أهلا وسهلا يا شيف جنة. الله يبارك لك. منورة. الله يخليك، ده نوركو. منورة. وأهل النوبة طبعا، ببعت سلام خاص لأهل النوبة كلهم. الله يبارك والمتمثلين فيك النهاردة. قولي لنا بقى إيه هو الأكلات اللي هتعملها لنا النهاردة، وإيه هو الإتر؟ إحنا هنعمل النهاردة الإتر والأرجي. ماشي. طبعا أنتوا كاتبين إتر جاكود، هو هي الإتر هو جاكود. إتر يعني جاكود. بس إتر بالفدكة اللي هو الفدكية، وجاكود بالكنزي. ما تستغربوش. ها يعني النهارده يعني اللهجات مختلفه والكلمات مختلفه. الاتر، شفتوا طبق الملوخيه الخضراء عندنا في القاهره؟ زيه بالظبط، ولكن هو معمول من اوراق الكزبره الخضراء واوراق الشبت، وليه تفاصيل حلوه جدا جدا عند اهل النوبه. هنخلي جنة تشرح لنا بعد ما نقول المقادير بتاعته. المقادير بتاعته كل الموضوع 6 ربطات من الكزبرة الخضراء، بناخد الورق بتاعها مظبوط كده يا جنة؟ اه بالظبط. وربطة شبت، بناخد برضو الأوراق الخضراء بتاعتها، بصلاية صغيرة وطماطماية مبشورة ورشة ملح ورشة فلفل وفصين ثوم ومعلقتين زيت وكوبايتين من المرقة، وأهم حاجة البامية المطحونة، ومعلقتين من البامية البودرة المجففة. يلا بينا، بسم الله نبدأ. قولي لنا بقى بسم الله بتبدأي رحمة. الوصفة ازاي؟ احنا نبدأها بس هننزل بالبصل. يلا بينا. وبعد احنا شغلنا البوتاجاز. نقطتين زيت. طبعا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبق يا جماعة من الأطباق أنا اتفاجئت بيه النهاردة. الطبق ده قد إيه غني ومليان. احنا كلنا بنحب الملوخية، وفكرة إن يبقى في حاجة مضروبة كده وريحة الملوخية وشكلها، موضوع ان احنا ناكل طبق الاتر ده بالثقافة النوبية الجميلة بالكزبرة الخضراء والشبت، ده موضوع كبير قوي. وكم الفوائد اللي موجودة فيه غير عادي. دي بصلايا. بصلايا مع معلقتين زيت. خدي معلقة خشب اهي. يا ريت. اتفضلي. قولي لي بقى ده ليها وقت معين، ليها توقيت معين يعني في السنة، يعني في الموسم؟ طبعا وقت ما تبقى الخضرة حلوة. حلوة. وقت ما الخضرة، انت ساعات بتحس الخضرة مثلا نشفت، الورقة جمدت، فمش ما بتبقاش حلوة، بس وقت ما الخضرة تبقى حلوة كده هو بنشتغل بيها. الكزبرة والشبت بتعملوها بأي خضرة تانية ولا هم بس كزبرة وشبت؟ في ورق البسلة برضو، وقت ما البسلة يا دوب بتبقى طالعة نبتة. النبت ايه ورق البسلة ده؟ زرعة البسلة نفسها. البسلة. البسلة مش البسلة البسلاية. البسلاية. في بقى الأوراق الخضراء بتاعته. الورقة بتاعتها قبل ما البسلة تطلع تبقى لسه الورقة طرية. مين في الدنيا؟ مين في الدنيا عنده الثقافة والحلاوة دي؟ ده بجد. وفي ورق اللوبيا برضه. ورق اللوبيا. بقى حاجة اسمها الأخضر. حاجة اسمها كده كورتات بقى، بتبقى حاجة مختلفة وتحفة يعني. طب القطر النهارده زي ما بنعمله بورق الكزبرة الخضراء ورق الشبت بالطريقة اللي احنا هنعمله بيها وهنقدمها لكم النهارده، بنفس الطريقة دي بناخد الورق العشبة الخضراء، الورق الاخضر بتاع البسله، البسله الخضراء، وبرده نفس الطريقه. بنفس الطريقه.
ده جديد بالنسبه لي، موضوع ان احنا نستخدم ورق البسله الاخضر ده جديد جدا بالنسبه لي. وطعمه غير يعني، دي جميله، دي جميله جميله. احنا ما بنحبش يعني الملوخيه قوي، دي حاجه مختلفه. ده لازم اجربها النهارده دي على الفطار. بس ورق اللوبيا بقى طعمه يعني التست بتاعه اعلى من كده بكتير. 100 100 100 100 100. لسه هو النار طبعا بتسخن والبصل هيبدا يتشوح معانا واحده واحده. كويس ماشي. طيب من الحاجات يعني ورق البسله الاخضر برضو بنفس التفاصيل بتاعته بنحتاج له طبق ميه نفس الطريقه كده. طيب يعني الوصفه دي يتاكل جنبها ايه او تتاكل بايه؟ هي تتاكل بالعيش النوبي اللي هو القابض ده. بالظبط كده. ده اسمه ايه؟ قابض. قابض. العيش النوبي اسمه قابض. بصوا يا جماعه عامله ازاي؟ عامل زي عجينه البانكيك بالظبط. اسمحوا لي ان انا اقول لكم المقادير بتاعتها انا وجنه، وهي مقاديره بسيطه جدا، كوبايتين دقيق وكوبايه ميه ورشه خميره ورشه ملح، بيبقى معانا الخليط بالشكل ده. وهي اول ما جت النهارده قالت انا عشان نقدم الطبق بتاعنا اللي هو القطر اللي هو الاخضر بالكزبره الخضراء، قالت لازم يتعمل جنبه العجينه دي. واحنا عملنا كوبايتين الدقيق مع رشه الخميره ورشه الملح زي ما انتم شايفين، وكوبايه ميه لحد ما القوام بقى بالشكل ده. وهنوريكم واحده كمان علشان اللي حابب يعمل الاكله النوبيه المصريه الاصيله دي النهارده، فيبقى الموضوع متكامل معاه. ريحه البصل ابتدت تطلع. ريحه البصل وحاجه صحيه بتبقى في منتهى الجمال. لا ده واضح جدا فكره الاهتمام بالاعشاب الخضراء. يعني انا ببعت رساله حب وتقدير للدكتور مجدي، ويعني بصراحه طبعا اشتركت انا مع الدكتور مجدي ودكتوره نهال في الموسوعه وتحضير الاكلات وكده. قال لي الحقيقه امبارح انا ببعت له رساله شكر انه حقق لنا يعني حاجه جميله جدا جدا، هي الحفاظ على تراثنا وعلى وصفاتنا الحلوه الجميله. بصوا الوصفه قدامكم، القطر ممكن تقولوا قطر وممكن تقولوا جاكوت. يبقى 6 ربطات من الكزبره الخضراء وربطه شبت وبصلايه وفصين توم وطماطمايه مبشوره ومعلقتين زيت وكوبايتين المرقه مع اهم حاجه معلقتين الباميه البودره المجففه وموجوده عند العطار، سهله جدا جدا. يبقى البصلايه يا دوب تتشوح بس كده، اتشوحت ما خدتش لون بس كده. يا دوب بس كده كفايه. ننزل بالقوطه، ننزل بالقوطه بتاعتنا. القوطايه مبشوره ماشي، قوطه مش طماطم ماشي. طيب نبشرها نقطعها مكعبات. هي الروائح يعني بتطلع حلوه، بس المبشوره بنتخلص من بسرعة. القشره وبسرعه. حلو. وبعدين دلوقتي هنعمل بس بعد ما القوطه بس تدبل سنه شويه كده، بس الميه بتاعتها تدلم. ننزل بالشوربه ماشي وتغلي، نحط مثلا ربع معلقه كربونات على طرفه يعني، رشه كربونات صغيره بسيطه قوي عشان ما تمررش. واول ما تغلي نحط بقى ننزل احنا بالخضرة. مع بعض التفاصيل واحده واحده. ننزل بالخضره ماشي. يبقى البصلايه حلوه لها غلوتين ثلاثه ونبدا بقى. طيب انا عايز اسال سؤال، احنا النهارده هنستخدم الهاند ميكسر دوت. كان امبارح عندي ام محمد من الصعيد وكان عندها عملنا العدس بالويك واستخدمت المفراج. برضو المفراج موجود عند اهل النوبه. احنا بيعملوا بالمفراج ماشي، بس انا من الناس الكسلانه بستسهل. نعمل بده ماشي مفيش مشكله. يعني احنا لازم من ضمن ادوات المطبخ يبقى عندنا مفراق، لان احنا هنهتم بعد رمضان. نسيت اجيبه. الايه؟ نسيت اجيب المفراق. لا احنا هنجيب برضو واحد قريب، بس ده يمشي صح كده؟ لا ده يمشي. ده يمشي معانا. المفراق عايز بقى ناس حريفه قوي تعرف تطلع اللي انت شايفه ده. شويه صبر صغيرين. ايوه. نحط المرقه بتاعتنا شويه صغيرين. احط شويه كمان شويه صغيرين ولا استنى شويه؟ استنى شويه صغيرين. استنى شويه ماشي. طب قولي لي، هل في الافراح بقى وفي المناسبات الكلام ده بيتعمل برضو؟ القطر بيتعمل ولا ما بيتعملش في الافراح؟ لا في الافراح لا. طب قولي لي ايه الاكلات الحلوه اللي بتتعمل في الافراح؟ في الافراح يعني عامه من فتره فاتت كانوا بيعملوا مثلا صنفين طبيخ، دمعه وخضار ورز، ويحمروا بطاطس ويحمروا لحمه. كويس. صفر بقى، صواني صفر. اما دلوقتي بقى بيعملوا، يستسهلوا بقى شويه كمان حبه زياده، ف بقوا يعملوا كبسه وبانيه وسمبوسه والله. ماشي. يبقى احنا كده شوحنا البصلايه مع معلقه زيت وحطينا بس كده كفايه الطماطم المبشوره، الطماطمايه المبشوره
لحد ما اتشوحت مع البصلايه وريحتها ابتدت تطلع واستوت. حطينا المرقه والثوم على المرقه. الثوم ني ما بتشوحوش، مهم ان هو لا ني. ودي لو تفتكروا برضو الباميه دي يا جماعه، احنا في مره من المرات عملنا اكله سوداني وعملنا الويكه السوداني وكنا جبنا الباميه المجففه دي. الباميه المجففه دي موجوده عندنا في تراثنا في تراثنا وفي وصفاتنا الاسوانيه النوبيه الاصيله، ودي بتكون باميه مجففه وبعدين بتطحن تبقى بودره بالشكل ده. لو احنا ما لقيناهاش نقدر نعملها ازاي؟ بنقطع الباميه بتاعتنا، ويا سلام لو باميه كبيره، ونشغل الفرن على الاخر بالليل، مهم بالليل، واول ما يسخن تماما نطفي ونكون رصين الباميه وندخلها الفرن، نسيبها بايته في فرن مطفي بس كان سخن من قبل. الصبح كل ده بيبقى ناشف ونضربها في الكبه لحد ما تطلع معانا بالشكل ده، او يبقى عندنا صبر ان احنا بالابره صح كده؟ بالابره ننشفها، يعني نبدا نخيطها ونعملها زي العقد ونعلقها في الشمس لحد ما تتجفف وبعدين نطحنها. انا عايز اقول لكم ان الوصفه دي بنعملها ممكن دلوقتي، انا ممكن اعملها على صينيه كده، على صينيه ورق زبده وافرده عليه وينشف يومين. وينشف يومين. طيب يبقى احنا بعد شويه هنشوف التفاصيل بتاعتنا دي، هنطلع فاصل وبعد شويه نيجي نشوف التفصيله الحلوه بتاعت الطبق النباتي الصحي الجميل النوبي المصري الاصيل. يلا بينا. يلا بينا. ورجعنا لكم من تاني وصفتنا الحلوة الإترة، الأكلة النوبية المصرية الأصيلة مع جنة. جنة كانت قبل الفاصل عملت إيه؟ شوحت البصلاية مع معلقة زيت وحطت الطماطمايه. كملي يا جنة. وبعدين حطينا إيه؟ حطينا الشوربة كده، حطينا المرقة. المرقة دي معلش سؤال، لحمة ولا فراخ ولا نباتي ولا إيه بالظبط؟ عادي مشكلة. مش مشكلة، أي مرقة موجودة. شوربة لحمة كله جميل. وحطينا معلقة ثوم مفروم. وهتحطي دلوقتي ايه؟ سنه كربونات بس، سنه كربونات صغيره بسيطه كده ماشي. وبعدين وننزل بالخضره بقى، وننزل بالخضره. نحط شويه الشبت كده اهو، ربطه شبت. قطفنا الورق بتاعها، وادي ست ربطات من الكزبره الخضراء اتغسلت كويس والورق اتقطف منها من غير العيدان. ويا سلام لو في ورق الايه البسله الخضراء، تبقى حدوته بقى دي، حدوته. ها يا سلام على الكلام الجميل. طيب احنا دي الوصفه بتاعتنا، هنسيبها على النار وقت قد ايه؟ بس 3 4 دقائق، 3 4 دقائق ما تاخدش اكتر من نهدي كده. النار عليها. يا ريت. وتعالي نروح للوصفه الثانيه، هنقول وصفتنا الثانيه بتاعتنا هي الارجي. اسمها ايه؟ ارجي. خلاص. الارجي هي عباره عن المقادير، هتنزل على الشاشه حالا، كوباية من السبع حبوب. ايه هم السبع حبوب؟ قمح، فول، حمص، ترمس، ذرة، عدس، لوبيا، وكوبايتين مية ورشة ملح. هي دي الوصفة، هي دي الوصفة. بس ليها قصة حلوة جدا 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 عند جنة. جنة الشيخ هتحكيها لنا القصة الحلوة دي. قولي لي بقى ايه الوصفة دي؟ هي وصفة الكبار كانوا بيعتقدوا ان هو بيجلب الخير، يعني الـ 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 الكبار اهالينا اللي هو جدودنا بقى، يعني الجدود من الجدود كانوا بيعتقدوا انها بتجلب الخير. طيب ادي السبع حبوب بتوعنا اللي هم عباره عن الترمس والفول والذره والقمح والحم واللوبيا. كل طب لو الحبوب دي لو نوع من البقول زاد مثلا، لا ما فيهاش مشكله، ما فيش مشكله. طيب انا بس سؤالي، انت بتروحي للعطار تقولي له ايه؟ عايزه سبع حبوب. هو بيبقى مجهزهم ولا بيمد ايده؟ لا بياخد بقى من كل من كل نوع بقول شويه. بنعمل ايه؟ بنغسلها كويس البقول دي، بنغسلها كويس قوي عشان القش اللي فيه، وبعدين كده ننزل بيه على الحله، ننزل الحله ونحط لها ميه ونظبط عليها شويه ملح كده، معلقه ملح مثلا ورشه ملح بس كده، وبس ونغطيه ونغطيها. طيب انت كنتي قلتي لي قبل يغلي بقى نيجي اول ما يبدا يغلي نشيل الغطا، نشيل الغطا زي كده، زي كده بالظبط، نشيل الغطا. ليه بقى نشيل الغطا؟ عشان احنا اعتقادهم بقى، اسمعوا بقى الموضوع ده، ان البخار اللي بيطلع ده بيطلع، احنا هنقولها بقى دلوقتي، مثلا الطاقه السلبيه زي ما بيقولوا دلوقتي، بياخد الطاقه السلبيه اللي في البيت ويمشي، ويمشي. يعني لو واحده متخانقه مع جوزها وفي مشاكل وطبخت الطبخه دي وفتحت الشباك
بس خلاص خدت المشاكل ومشيت، تحس ان ان الدنيا راقت. لو حد عنده نزل برد مثلا، ولو حد عنده نزل برد والله بجد يعني مثلا انا عيال بيعيوا كتير مثلا، او مثلا وقعوا، لا اتخبطوا، لا في حاجات كتيره حصلت ورا بعض انا مش فاهمها، فاقوم اعمل الوصفه دي وافتح شباك المطبخ عشان البخاري ياخد كل حاجه وحشه في البيت ويطلع. بصوا يا جماعه، يعني طبعا هي خلوا بالكم ان كل انواع البقول مليانه خيرات، الخيارات دي موجوده في كل القشور اللي موجوده على القمح وفي الذره وايه تاني والفول والترمس. اكيد 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 كل الابخره اللي طالعه دي فيها خير. انا يعني انا بغض النظر عن الاعتقادات الحلوه الجميله اللي بنتمنى ان هي تكون سليمه 100% ونجربها، انا شايف ان هي مليانه، البخار ده مليان خيرات ومليان حاجات حلوه. خلاص فتحنا شباك المطبخ والحاجات الوحشه كلها مشيت والعين مشيت واستوت. ناكلها ازاي ونقدمها ازاي؟ نقدمها اول ما نقدمها للاطفال الصغيره، الطفل اول واحد لازم نجيب الاطفال الصغيرين اللي هم الاطفال اللي ما بيجيزوش حاجه، يعني نقول ملاك يعني ملاك، هم نديهم نقدم لهم هم ياكلوا الاول. نتبرك بيهم يعني، هناخد منهم البركه. وبعد كده اكبر واحده سنا ايوه تاخد ميه الميه بتاعتها وتاخدها الارجيه على العتبه، ترشها على عتبه البيت. بصوا عادات وتقاليد جميله جدا جدا، بس خلينا نتكلم بقى على القيمه الغذائيه بتاعت الاكله دي. يعني انا شايف كميه بقول متجمعه مع بعض، كميه فيتامينات مختلفه. فاش احط لها مثلا حته لحمه تتسلق معاها بعد ما تخلص؟ والله صدر فرخه ممكن هيطعموا زياده، هيطعموا زياده، يبقى انتوا اللي عندكم الاختيارات بتاعتكم. ان بعد ما عملنا اسمها ايه؟ ارجي. اسمها ايه؟ الارجي. ارجي ارجي اللي هو الايه، هقول لك بالظبط. أيوة. حرفيا يعني الكلمه. أيوة. الحاجه المسلوقه. ارجي بالنوبي يعني الحاجه اللي اتسلقت. احنا سلقنا السبع حبوب بتوعنا، وزي ما قلنا بنفتح شباك المطبخ وكل الابخره دي بتاخد كل حاجه وحشه في البيت وتمشي، ونبدا بالاطفال بتوع البيت ناكلهم من الارجيه. وانا واثق ان هي مليانه فيتامينات وحاجات حلوه جدا جدا جدا. تعالوا اوريكم شكلها، وادي الشكل بتاعها بعد ما اتسلقت. احنا كنا مجهزين هنا شويه اهو في الطبق ده، ونحط في الطبق الجميل ده زي ما احنا شايفين، وحبات الترمس مع حبات الذره مع حبات القمح، والموضوع كله بقى شكله حلو جدا. ناخد الطبق ده ونقدمه هنا جنبنا، ونروح على العجينه. هفكركم بالعجينه سريعا. العجينه كانت عباره عن كوبايتين دقيق، العجينه اللي هيتاكل بيها الايه؟ القطر. كوبايتين دقيق وكوبايه ميه مع رشه خميره ورشه ملح. وبصوا الارجيه او المسلوق شكله حلو قوي، شايفين ازاي حلو. عايز اقول لكم ان انا هنعمل هنا لقمه اهي سخنت. بسم الله. واحد اثنين كده ونبدا. بص نوزعها. ممكن نعملها بقى عشان هي تقلت بي بدي كده. ايوه اهو، ونسيبها على نار متوسطه تستوي كويس، ونروح نضرب الاكله الرئيسيه بتاعتنا اللي هي الايه؟ اللي هي القطر. يلا بينا. اتفضل. يلا بينا. تاخدي شويه شوربه ولا كفايه؟ لا حلوه قوي. حلوه. يلا بينا. الريحه يا جماعه، الريحه انا مش قادر اوصف لكم ريحه الكزبره الخضراء. هي يعني انا مزيج من الخبيزه على السبانخ على في الاخر هتشوفوا الشكل بقى ايه، ملوخيه خضراء. الله الله على اللون الحلو، وتسلم ايدك انت ووصفاتك، واحلى تحيه لاهلنا وحبايبنا في اسوان وفي النوبه. مع بقى اللي هو ده ينزل برضه. دي بقى يا جماعه ايه اللي هي ايه؟ الباميه المجففه. اه الباميه الناشفه. الباميه الناشفه. نسيبها شويه مع الباميه ولا خلاص كده؟ بس غلوه كده بس عشان غلوة الباميه. غلوه كمان. تعالي نفكرهم بالمقادير ونفكر كل مشاهدينا بالمقادير. المقادير ان احنا عملنا بصلايه مبشوره شوحناها في معلقه زيت، وبعدين حطينا طماطمايه مبشوره ابتدت
تستوي شوية. تسبك السنة. حطينا المرقة ورشة من البيكنج صودا أو الكربونات. وحطينا شوية الملح وبعدين سيبناها تغلي غلوتين. حطينا الأوراق الخضراء بتاعة الكزبرة والشبت. وقد أنا فخور بالوصفة الجميلة دي، الوصفة النوبية المصرية اللي توثقت وعن طريق الدكتور مجدي السيد والدكتورة نهال سامح. وادي الوصفة الجميلة، القطر مع فصين الثوم والزيت والمرقة، حاجة يا جماعة والله العظيم ريحة الاستوديو مليانة خير ومليانة بركة ومليانة حاجات حلوة، والطاقة الإيجابية جت ليه؟ لأن احنا عملنا الأرجيل. طيب ادي الوصفة بتاعتنا، نشوف تعالي نشوف بقى. يا سلام على رغيف العيش اللي شبه، تحس ان هو حباية قطايف كبيرة. قطايف، ايوه بالظبط. ماشي نقلب دي اهي. ايوه كده. الله، يا سلام على شكل الرغيف. واحنا كمان محضرين حميلة. كمان ثلاث ترغيفة هنا ناخدهم نوديهم جنب طبق الارجيه او طبق القمح، وناخد ده كمان نروح هنا كده لسه جنب اخوه. ممكن نسيبه ممكن نسيبه كمان دقيقه. طيب تعالي نقدم الطبق بتاعنا القطر. ايه رايك نقدم الطبق بتاعنا؟ هو نعليه سنه بس ياخد غلوه. بس نعلي سنه ناخد غلوه، هو بياخد غلوه. تعالي نشوف اصدقاء البرنامج بيبعتوا لنا التحيه والسلام، ونشوف الرسائل. يمكن جالك رسائل حلوه نحب نقراها مع بعض. ادي على اللايف معانا في برنامجنا، برنامج الستات اهو معانا. اول حاجه السلام عليكم، صبا يوسف بتسلم علينا. وعليكم السلام صبا يوسف بتسلم عليكي. ونونا فتحي بتقول احلى الاكلات، بنسلم عليها. وفي سعاد حسن بتقول يسعد اوقاتكم ويسعد اوقاتك انت كمان يا سعاد. ومتشكرين جدا انكم بتعرفونا اكلات جديده، لان دي اكلات بلدنا زي ما انتم شايفين. الارجيه على الشاشه، والعيش اسمه ايه؟ كابد. اسمه كابد. العيش كابد، كوبايتين دقيق وكوبايه ميه. وادي القطر بيبقبق وطالع مطلع ريحته الحلوه وقوامه زي ما انتم شايفين. هو معمول من اوراق الكزبره الخضراء واوراق الشبت. ناخد القطر ونحطه في طبق التقديم كده. ايوه بالظبط. واحلى قطر واحلى طبق قطر. وما ننساش معلقتين الملوخيه، معلقتين الباميه الناشفه، الباميه المجففه. هو ده اللي بيفرقوا جدا، هو ده اللي بيعملوا العرق بتاعها واللزوجه بتاعتها. وناخد الطبق ده نروح نقدمه جنب اخواته هنا كده، ويبقى احنا عملنا ثلاث وصفات او وصفتين اساسيتين، هما القطر طبق الأخضر الجميل اللي معمول من الكزبرة الخضراء، وطبق الأرجيه اللي هو بالسبع حبوب اللي هو بيجيب لنا كل الخير والبركة في البيت. والعيش ده اسمه قابد، كوبايتين دقيق ورشة من الملح ورشة من الخميرة مع كوباية المية. وجنة نورتنا النهاردة، وأحلى تحية لحبايبنا وأهلنا في أسوان وفي النوبة. ورسالة شكر وتقدير واعتزاز للدكتور مجدي والدكتورة نهال إن هم وثقوا لنا الحاجات الحلوة دي وعرفونا بالناس الجميلة زي جنة وزي أم محمد امبارح. نورتينا وشرفتينا يا جنة بجد. معلومة أخيرة بقى، القطر ده ممكن تتاكل بقى يعني ما فيش، مش عايز أكله كده يعني. المفروض إن احنا نحط بقى فوق الإيه؟ زي ما قال يعني احنا نعمل زي طبقات. طبقات يعني لقمة عيش، لا القطر كده في الطبق الواسع ده كده اهو، ونقطع عليه فوق بعض العيش، فوق بعض العيش فوق بعض زي الفته كده. زي الفته، زي الفته. ده هيبقى طبق حلو جدا وطبق مغذي جدا. ممكن جداً يتعمل جداً بقى بالبيض. يا سلام، يعني نكسر نكسر بيضتين في الطاسه يستوي ونحط عليهم شويه قطر. نحط عليهم بقى شويه، ده حاجه مختلفه، حاجه حلاوه حلاوه جدا يعني. بشكركم مشاهدينا، وكان يوم جميل جدا جدا بأهلنا وبحبايبنا في النوبة بالوصفات الحلوة الجميلة. وإن شاء الله نشوفكم بكرة على خير. وبشكرك، بشكرك يا جنة.